لكن أمسها يعني وتكلمنا قبل شوي أن دعوت مجلس الوزراء إلى الالتزام بطبعا الاحترازات وأيضا التعاون مع الجهات الصحية والسلطات الصحية. يمكن احنا قاعد نعيد ونزيد، وايضا مجلس الوزراء قاعد يتخذ قرارات واحنا ايضا نثمن هذه القرارات ونمشي عليها. لا لشيء، في الاول والاخير احنا راح يعني هذه الامور كلها راح ترجع بالسلامه على المواطنين والمقيمين في الكويت ان شاء الله. كل من هذه القرارات تصب في مصلحه المجتمع بشكل عام، واحنا يعني هني من برنامج العالم هذا الصباح دائما نذكر ونكرر ونعيد ونزيد في الحفاظ على هذه الإجراءات الاحترازية واستمرار لبس الكمام، سواء طعمنا أو ما طعمنا نروح نستمر فيها لبس الكمام، التباعد الجسدي، المحافظة على نظافة اليدين، نسوي كل اللي نقدر عليه علشان نقدر أن احنا نصل لنهاية هذه الجائحة. بالنهاية هناك شريحة من المجتمع قاعدة تعاني، وكانوا عندنا في برنامج العالم هذا الصباح وشرحوا معاناتهم في ابتعادهم عن أهاليهم، على الضغط النفسي والجسدي اللي يعانون منه من خلال العمل المستمر في مواجهة هذه الجائحة، سواء كانت في غرف التمريض، في المختبرات وغيرها من شتى مجالات الهيئة الطبية. أيضا زاد عليهم أبنائنا وبناتنا المتطوعين الأبطال اللي قاعد يشاركون حاليا في المنظومة الصحية بشكل عام. كل هذه الأمور يعني قاعد تحط علينا مسؤولية كبيرة. صحيح. لازم ندعم المنظومة الصحية بشكل عام، ندعم أهلنا، ندعم ربعنا، ندعم عيالنا. هذه الأمور ترجع علينا إحنا في الأول والتالي، إحنا اللي لازم نعاونهم. صحيح. فخلنا نشوف وياكم، طبعا هم طلبت معهد التمريض اللي يقفون صفا واحدا في مركز الكويت للتطعيم ومركز جسر جابر الأحمد لمساندة الكوادر الطبية والتمريضية في عملية التحصين ضد كوفيد-19. طبعا نتكلم عن أكثر من 160 طالب وطالبة من معهد التمريض موزعين على قاعات مركز التطعيم للمشاركة في تنظيم وإجراءات عملية التحصين اللي تمضي على قدم وساق لمكافحة هذه الجائحة. شوف معكم. يجمعون بين العمل والدراسة في سبيل مساندة ودعم الكوادر الطبية خلال جائحة كوفيد-19. إنهم طلبة معهد التمريض الذين دشنوا عملهم في مركز الكويت للتطعيم وجسر جابر الأحمد في سبيل مكافحة الوباء وسد النقص الحاصل في الهيئة التمريضية وتطعيم أكبر عدد من الراغبين في تلقي اللقاح المضاد للمرض. توجه لنا كتاب رسمي من وزارة الصحة إنهم محتاجين متطوعين معهد التمريض، فأعلننا عن التطوع وشارك معنا 160 طالب وطالبة بالتطوع من 16/5 لحد الحين. الحمد لله أمورنا طيبة، بتعاون مع وزارة الصحة وإدارة التمريض وزعنا الطلبة على أرض المعارض، مشرف وجسر جابر. كان دافع المشاركة في خدمة الوطن، خدمة الكويت وأبناء الكويت. طالب هني حال الممرض القانوني قاعد يسجل بيانات المراجعين ويعطي الإبرة وهو مؤهل لها، تم تدريبه على إعطاء التطعيم، قيمها إن الحمد لله إنها ناجحة. أول شيء زادت خبرات طلبتنا العملية. أكثر من 160 طالبا وطالبة في معهد التمريض يتسابقون على خدمة الكويت وأهلها من خلال مشاركتهم الواسعة والتطوع في مراكز التطعيم، متسلحين بحب الوطن والتصدي للوباء من بوابة التطعيم. سدينا النواقص اللي عند الطواقم الطبية، وحنا طلبة ندرس الصبح وفي الليل نعمل، ومن فضل الله جت تجربة لنا طيبة ان احنا قعدنا نتعلم حتى في الدراسه بسرعه، بشكل سريع نتعلم في الدراسه. هل استفدنا وخذينا خبره ان احنا مو صارت كورونا، فما صار عندنا ميداني، فصار هو بدل الميداني، فحل استفدنا. تجربه وايد حلوه بصراحه. احنا طالبات بمعهد التمريض، خذونا هني كعمل تطوعي، بس قاعد نطعم حالنا حال الممرضين اللي يشتغلون هني، اجمع بين العمل والدراسه بنفس الوقت لاجل خدمه الكويت. نقوم بتطعيم الناس ومساعدتهم وتشجيعهم على التطعيم.
لن نألو جهدا في مكافحة الوباء إلى جانب أخوتنا من العاملين في وزارة الصحة، فنحن في قارب واحد للتصدي للجائحة الصحية. بهذه الكلمات عبر طلبة التمريض عن سعادتهم الكبرى في أن يكون تدريبهم الميداني عمل حقيقي خلال هذه الفترة في مراكز التطعيم، رافعين شعار الكويت تستاهل. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت. إذن مثل ما تابعنا في التقرير، هناك جهود كبيرة يبذلها جنود مجهولون يقفون صفا واحدا ليقدموا الدعم لإخوانهم من الكوادر الطبية في مواجهة الجائحة. حول هذا الموضوع طبعا يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستوديو منيفة هادي الظفيري، رئيس قسم العلوم التمريضية في معهد التمريض، ومحمد سعد العتيبي الطالب في معهد التمريض، وكذلك سمير أبو حمد الطالبة في معهد التمريض. بداية طبعا رحب فيكم جميعا في برنامج العالم هذا الصباح، حياكم الله وبارك الله فيكم على جهودكم المبذولة. يمكن احنا في كثير منا ما يعلم انتم شنو اللي قاعد تسوونه، لكن خلينا نوضح اكثر للسادة المشاهدين. نبدي ويا استاذة منيفة، فكرة تطوع طلبة التمريض في مراكز التطعيم منين جاتكم؟ أول شيء أشكركم صراحة على هذا اللقاء، سعدتونا أن احنا نكون بتلفزيون الكويت معاكم، وهذه الحميمية باللقاء، وسهلتونا كأن احنا قاعدين مع أهلنا. بالنسبة للتطوع، هذا التطوع مو جديد ولا كان مفاجئ. من بداية جائحة كورونا 2019 كوفيد 19 بدت، من بداية الجائحة معهد التمريض طلبة ومشرفين دخلوا المحاجر، راحوا محجر العبدلي، راحوا محجر اللي كانت بالفنادق كراون بلازا، هوليدي إن، الخيران، كانوا مشرفين من المعهد، مدرسين مدربين مع مجموعة من الطلبة والطالبات. من بداية الجائحة شاركوا أخوانهم الفريق الطبي لسد النقص، لأن كان النقص جامد بالهيئة التمريضية، حتى حزتها الكويت اضطرت تجيب من برا ممرضين. فإحنا تطوعنا بالدفاع المدني أيضا، فكان عندنا مدرسين وطلبة بالدفاع المدني مو بس بوزارة الصحة. فحتى إحنا لما دقوا علينا ببيوتنا قالوا لنا أنتم بكالوريوسات تمريضية حياكم الله حابين تشاركون، قلنا إحنا جاهزين بأي مكان تبوننا فيه. بارك الله فيكم. الله يسلمك. أروح حق أخوي محمد سعد العتيبي. محمد طبعا قواك الله. الله يعافيك. وودنا نعرف بالكويتي، ليش دشيت ليش تطوعت؟ أول سبب دخلنا فيه علشان الوطن، عشان الكويت، والكويت تستاهل أكثر من هذا. والشغلة الثانية المسؤولية العامة في الجائحة اللي صايرة في الكويت كلها، والشغلة الثانية نكتسب مهارة ونكتسب خبرة في مجال عملنا. بارك الله فيكم. أروح حق سميرة ونفس السؤال. سميرة، ليش دشيتي هذا التطوع أو ليش تطوعتي، وشلون شفتي تعاملك والاكتساب الخبرة من الكوادر الطبية؟ أول شيء يعني ديرتنا الحبيبة الكويت ما قصرت معنا وساعدتنا وايد، فهذا أقل شيء نسوي لها. والتعاون والتعامل كان جدا سهل مع الكوادر الطبية، كانوا وايد يساعدونا، يقولوا لنا شنو نسوي. جميل. بس ما اكتسبتي شيء للحين؟ امبلا، احنا اوريدي يعني متهيئين حق هالشيء، بس يعني فادونا اكثر واكثر لانه خلاص صرتوا في الميدان نفسه. محمد، بحكم يعني دراستكم وعملكم مع الكوادر الطبيه، شو اللي فرق وياكم؟ اللي فرق ان اكتسبنا خبره اكثر كالعملي، وحنا تعرف ندرس اول لاين الصبح والعصر ننزل ميداني، فهذا زادنا كدراسه افضل وكاكتساب خبره. لان معهد التمريض بشكل عام يعتمد على العملي اكثر من الكتب، والاول لاين ما راح يفيدنا كثر الميداني. جميل. استاذه منيفه، يمكن انا دققت على سالفه تعاملهم مع الكوادر الطبيه. صحيح. اللي طبعا سابقتهم في هذا المجال. صحيح. ابي اعرف اكثر من خلالك، كونك انت ايضا الاستاذه عندهم ورئيسه القسم، ابي الهدف كان من اشراك طلبه عيالنا. وللأمانة كان قرار من مجلس الوزراء باستعانة ب 500 طالب من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
فتواصلت إدارة التمريض مترو سنة تقدم مع مدير معهدنا كابتن منذر الكندري، فكلمني على طول قال لي فاستعجلي بالموضوع، وزارة الصحة محتاجين طلبة، اعلني عن بعض التطوع. طبعا صبح عليه بالخير كابتن منذر. اي والله ابو محمد ما قصر للأمانة، قال لي لا تنطرين كتب رسمية، اذا بتنطرين كتب الرسمية راح تطول. فقلت له حاضر، اعلنت على الموقع الالكتروني للمعهد، عندنا احنا موقع الكتروني، وبلغت مدرسيني والحمد لله دخل معانا تقريبا 160 طالب، وكان في اكثر بس انا وقفت على 160 وخليت يعني مثل ستاند باي، اذا انا احتجت اكثر راح اكلف ناس اكثر. فلان احنا قاعدين نطالع السعه المكانيه، لان احنا طلبتنا ممرضين وعند في ستاف من وزاره الصحه، فما بقينا نزيد الكثافه. فعلى طول نزلناهم من رابع يوم العيد، دقوا علينا قالوا رابع يوم العيد، قلت جماعه ما خلصنا اجازتنا، قالوا تعالوا. وديت الطلبه والطالبات وانا كنت معاهم استاذه سلوى الكندري وبعض استاذه امينه الرشيدي، ونزلنا ارض المعارض اسبوعين تقريبا كاملين تدريب. طعمناهم اول شيء طبعا، لان احنا ما نبي ننزل طالب مو متحصن طبعا. بعدين اعطيناهم اسبوعين تدريب على الانجكشن نفسه، لان ديليتويد مسلز، ولازم كيفيه التعامل مع المراجعين، كيفيه التعاون مع الستاف نفسه والفريق الطبي، محتاجين ياخذون باسورد عشان يدخلون على الحاسب الالي وادخال البيانات، فهو كل هذا شغلهم. يعني دوره تدريبيه كاملة مكثفه كاملة في وقت قصير خلال اسبوعين. جميل. فبعد الاسبوعين الحمد لله يعني مشت امورنا الحمد لله. محمد شنو طبيعه عملكم في مراكز التطعيم؟ طبيعه عملنا كطلبه احنا صرنا مثل الممرضين بالضبط. ما شاء الله. في كل شيء، من ناحيه التطعيم، من ناحيه التسجيل، من ناحيه القيام بواجبات المراجعين على اكمل وجه. جميل. الله يعافيك. ما قاعد تخلون ولا شيء. لا لا ما حالك حال الممرض، حالك حال الممرض، مرات يستلم وحنا نستلم مكان ثاني. ما شاء الله تبارك. إيه فتبعهم في كل شيء. ما شاء الله. سميرة شلون تأهلتوا خلال هالأسبوعين؟ أعطونا دورات بالبداية، دورات تدريبية، ومعنا أساتذتنا بالمعهد، وبنفس الوقت هم مشرفين معنا بأرض المعارض. نعم. فهم استمريتوا خلال هالأسبوعين، حسيت أنكم يعني أخذت المعلومات الكافية، أخذت ال إيه، لأن إحنا أوريدي مدربين داخل المعهد وقاعد ندرسها أونلاين. فمع الدورات كلها كمل بعضها. ما خفتي في البدايه؟ كونها مسؤوليه كبيره. أكيد. يعني في ناس يقولوا انا كمسؤوليه كبيره اخاف، لكن الخوف هذا سبب نجاح في المستقبل. أي. يعني مع التكرار كل شيء صار سهل وراح الخوف. الحمد لله رب العالمين. استاذه منيفه، لو بنتكلم عن المتطوعين الراغبين في التطوع، يعني انت قلت احنا 160 متطوع ومتطوعه. اي نعم. وعندنا بعد طلبه والله ودهم انهم يجون، لكن اكتفيتوا بهذا العدد، ففي مجال انه يجون؟ والله انا للامانه يجوني وايد اولياء الامور قاعد يهاوشوني، قاعد يقولوا لي ليش اخذتي بس ال 160 هذول وعيالنا يبون؟ ما شاء الله. فقلت لهم يا جماعه اذا احتجت راح اخذكم، انا حطيناهم بكشف بروحهم موجودين. نعم. بس في انت تلاحظ انه لازم يكون عندك خطط السعه المكانيه، في بعض الشغلات التكنيكيه، فاحنا اخذنا مثل ما تقول ستاند باي. فوالله والله وايد كويتيين يوني، احنا عيالنا بيخدموا الكويت، قلت انا على راسي الكويت، بس احنا لازم شويه نكون منظمين. فانا الخطه ان احنا ممكن نسوي ريبليسمنت، الطالب اللي فرضا في عندنا طلبه راح يخلصون امتحانات، ممكن في عندهم دورات برا بيكملونها، فنجيب الناس الستاند باي نعطيهم دورات مكثفه ايضا ويكملون مع وزاره الصحه. فاحنا خططنا موجوده الحمد لله، عندنا اي وبي، فما عندنا الحمد لله اي مشاكل من الموضوع. يعني ان شاء الله ان شاء الله نقول احنا ان شاء الله تخلص الجائحه، وان شاء الله ما نحتاج حق عيالنا الباقيين باذن الله. نتمنى واذا لا سمح الله استمرت اكثر واكثر راح يكون في تبادل، واحنا معاهم لاخر وقت، مو ست شهور، احنا ما نتغيد بست شهور مات مجلس الوزراء، لو يبون مثل ما يقولوا لسنين احنا موجودين. عسى الله يبارك فيكم. الله ان شاء الله. شلون شفت التجربه؟ ايش كثر استفدت منها محمد؟ التجربه كانت ناجحه واستفدت منها على مدى حياتي، شيء بتذكره طول عمري. كمواقف وفي امور واجد. تجارب جديده دخلت عليك، يمكن انت كنت ماخذها تجارب جديده. خدمة الناس هذه لحالها أكبر تجربة يمكن لقيناها في مشرف، ولقيناها
في التطعيم وفي الأمور هذه كلها. بارك الله فيكم. صادفتكم تحديات سميرة؟ أي مثل؟ أول شيء لازم يكون في إدارة الوقت، وايد كان زحمة، في أيام زحمة في أيام لا، هذه يعني أول شيء. المراجعين، في اللي عندهم فوبيا، في اللي يجون معصبين من الحر، يعني البداية كان صعب التعامل معهم، بعدين لا كان كل شيء سهل الحمد لله. الحمد لله عديتوا هالمرحلة. أي عديناها. جميل. أستاذة منيفة، خلينا نتكلم عن تمريض. يعني احنا نسمع التمريض لكن ما ندري شنو هو. في ناس يقول لك في بكالوريوس، في ناس يقول لك في دبلوم، في ناس يقول لك والله في فاصل دم. مسمياتكم يعني وايد كثيره. شنو الدورات القادمه ان شاء الله اذا في مجال ان شاء الله راح تفتح، خاصه احنا عيالنا تبارك الرحمن خلصوا ثانويه عامه؟ نعم. احنا بالنسبه لنا معهد التمريض نخرج فني خدمات تمريضيه، اللي هو نستقبل من شهاده التاسع اللي هي متوسطه، نعم، ندرسه 3 سنوات ويطلع بمسمى فني خدمات تمريضيه. هذا بالنسبه لتخصص التمريض العام. بالنسبه للتخصصات الثانيه، احنا قبل 3 سنوات فتحنا تقريبا 4 برامج. البرامج نسميها البرامج المسائيه اللي هي بعد الثانوي. حلو. بعد الثانوية العامة، وطبعا احنا مطالبين نسب عليا، النسب اللي حاطينها السنة هذه اللي راح تفتح ان شاء الله من 50% علمي او ادبي. يعني التخصص يقبل العلمي والادبي. عندنا فاصلين دم، عندنا مثقف صحي، عندنا فني تعقيم، وعندنا سجلات طبية. هذول الاربع تخصصات موجودين معهد التمريض. ابناء كويتي، الكويتية والكويتيين. كنا للامانة كانت وزارة الصحة تشترط كويتيين فقط، لكن احنا شفنا ان الكويتيين وابناء الكويتيات هم فئه واحده، فالسنه هذه الحمد لله فتحنا لابناء الكويتيات ايضا يقدرون يلتحقون بهذه الدورات ان شاء الله. في مميزات لهم؟ والله هو راح ياخذ اعانته من الهيئه حاله حاله. هذا طبيعي. هذا طبيعي. نعم. الميزه الحلوه ان اذا كان موظف، لان البرامج هذه مسائيه، يقدر يجمع بين الاثنين. يقدر فرضا موظف تخصص معين وحاب انه ياخذ تخصص ثاني، فيقدر يدخل هذه الدوره مدتها 2.5 سنين ويطلع بهذه التخصصات ويتعين على فني. طبعا عارف الفنيين اللي هم الدرجه الخامسه، خمسه وثلاث علاوات، ومن ثم هناك كوادر، وكوادر يعني ايضا مستمره لهم. الفنيين تعرف شويه معاشاتهم اعلى من غيرهم، لان نعم، لهم كوادر على طول موجوده ومستويات وظيفيه. نعم. أستاذة منيفة الظفيري، بارك الله فيك. الله يسلمك. شكرا جزيلا على وجودك. ألف شكر لكم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا على وجودك. الله يعافيك. سميرة، بارك الله فيك وشكرا لك على وجودك، بارك الله فيكم وفي عملكم، وتشرفنا بوجودكم. وأنتم فعلا من الناس اللي احنا يمكن أنتم شوية يعني ما أنتم بالصورة، ما أنتم على الكاميرا، ما أنتم على الشاشة، إعلاميا مغيبين، لكن أنتم فعلا من الناس اللي احنا نفخر فيهم. وان شاء الله نشوفكم في اعلى المراتب. الله ان شاء الله تخلص الجائحه ان شاء الله على خير. الله. ان شاء الله.